كيف تصنع جهاز تسجيل الصوت وإعادته من خلال الضغط على الأزرار؟ في هذا المشروع لن نحتاج للبرمجة، وسيكون هذا المشروع تمهيدا للمشروع التالي. مكونات المشروع: لوحة الأردوينو، جهاز تسجيل وإعادة الصوت المعروف باسم ساوند بلاي باك، ويأتي مع هذا الجهاز عند شرائه سلك للسماعة وسماعة صغيرة. ولن أحتاج لهذه السماعة فصوتها ضعيف، ولكنني استعرت سماعة من مسجل معطر، سلكين ذكر إلى أنثى، بطارية مع توصيلة. فكما قلنا سابقا، تستطيع تشغيل الأردوينو بسلك الطابعة. طريقة المشروع: نقوم بجمع الأسلاك والقطع بعضها ببعض كما في الصورة التالية. لقد قمت بوضع الصورة في وصف الفيديو، تستطيع تحميلها. وفي هذه اللحظات الصامتة، دعونا نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تهانينا، لقد قمنا بصنع الجهاز، والآن نوصل البطارية بالجهاز. والآن دعونا نرى ماذا يمكن للجهاز أن يعمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. 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 السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.